السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا الليلة. وقبل ما ندخل في برنامجنا، نبارك الفريق الشقب، فريق الخبرة بقيادة أخوي محمد بن طالب بن هليل المروي، اللي قلب تأخره البارح مع فريق التحدي إلى التأهل، وانتقل مع فريق ذياب إلى النهائي بطولة القلايل. نقول له ألف ألف مبروك للفائز، وتسجيل اسم جديد إلى لوحة المتأهلين للنهائي. ونقول للفرق اللي ما حالف الحظ معوضة خير إن شاء الله إذا الله راد في المواسم القادمة. وصيد يوم المنكاف، وكيف تفوق الشقب على الفرق المنافسة، بشوفه معاكم بتقرير الصيد اليوم. وقبل هذا كله خلنا نرحب بضيوفنا اليوم، قادة فرق المجموعة الثالثة، أخوي عبد الله بن علي الغانم قائد فريق حلول، وسيد بن حمد المحشادي قائد فريق الجلعة، وبطي بن ناصر النعيمي عضو فريق نوماس، وبرك بداح الهاجري عضو فريق زوير، وأخوي محمد النهار النعيمي مدير التنفيذ بطولة القلايل. مرحبا بالجميع. مرحبا بك. كالمعتاد دائما نبتدي برنامجنا بأجواء تعطيكم أجواء حماسية لدخولكم إن شاء الله المحمية. نسمع هالأجواء ونكمل سلفتنا. تابعونا يا محبين القلايل في ميادين التنافس والإثارة، مهرجان يحيي هواية الأوايل، جامع بين البداوة والحضارة، رافع قدر النوادر والأصايل، علم الجيل العسافة والصقارة، يستحق المفردات من المثايل، يستحق انك تمره لو زيارة، في مكان قافر ما فيه زايل، كون عشب يجذب الحيم خضارة، مدهل للصيد من كل الفصايل، في مسايل اندماث وفي زبارة، من قنص فالعرق واطراف القلايل، ما يغبط اهل المناصب والتجارة، الصلة طرت عصر والفي مايل، عازم وقد فرطت تره وتاره، لزم وبنجرب قد له فعايل، هبته هبت وزير في وزارة، روح اللي رمعته تشفى الغلايل، يخلف الناير يلا طارت طيارة، حتى لو مطلعها في الجو هايل، ما يضيع في يمسايسها مسارة، ما بعد عين يلا هدوه فايل، عوقها
حياكم مشاهدينا الكرام، وناخذ اتصال مع اخوي محمد بن طالب الهليل قائد فريق الشقب ومبارك له. مرحبا ابو طالب. الله يرحبك. لا تعبت ابو طالب ولا ندمت، وتستاهل التاهيل. تستاهل وياك خير. ابو طالب، توقعت انك تتاهل؟ والله نافش مع فرقة قوية مثل فرقة اللي تخاف معه، لأن الجلايل كلها قوي. صحيح. عاد خلنا أعلمك بشيء. الفرق اللي كانت مشاركة معك طبعا كان فريق التحدي بالذات اللي كان هو منافس بقوة، وفرق بينك وبينه يا أبو طالب حبارة واحدة، فالله ما قسمها الفريق التحدي وقسمها لك. الحمد لله على الفضل. ونقول كلمة حق في المجموعة اللي راحت، المجموعة الثانية، من أكثر الناس الملتزمين كان، وفي المنتظم كان مع اللجنة، وحتى كان معنا في التصوير أخوي علي بن محمد النابت. فريق التحدي كان فريق جدا جدا كان صعب في المجموعة الثانية، وكان بينه وبين التأهيل قاب قوسين، بس فرق حبارة واحدة، يعني حتى الربع واللي كانوا متابعين ما كانوا متوقعين أنه ممكن يخسر، لكن مثل ما قلت أنت القلائل مخلفت توقعات في كل حاجة، فتستاهل الفوز أنت وأعضاء الفريق في الشقب يا أبو طالب. سالوا يا خير يقول الله وجهك وعلى الله يشفر والله لا تصغر. أبو طالب، شو تقول في النهائي للفرق اللي راح إن شاء الله تشارك معك؟ عندك ذياب وأنت الآن الفريق الثاني متأهل. والله مثل ما قلت لك، الجلايل مختلفة عن هداول، شغل الفريق المتقن يجي في آخر أيام كانت بحضارة والحضارة بي. صحيح. زين، خاصة الضربتين من النقطة. يقطع الصوت بدر عند أبو طالب. أنا ما ودي أطول عليك، المجموعة الثالثة فريق الزوير والجلاعة وحالول ونوماس، من اللي ترشح منها يتأهل معك في النهائي؟ كلهم اخوان شمال وكلهم كبار يقربوا ياخذهم ويدخلون، ما يحتاج. لا علي الكلام الدبلوماسي احنا خاصين منه، ابي فريق ترشح لي. والله صعب التشريح يا صاحب. صعب؟ اي والله صعب. بيض الله وجهك يا ابو طالب، وله انت لك الحال، وموعدنا ان شاء الله معك في النهائي باذن الله تعالى. باذن الله. سلم على الرب يا ابلغ يا ابلغ. الف شكر لك. يا مرحبا يا مرحبا. أخوي عبد الله بن علي الغانم، هذه أول مشاركة لك. إيه نعم، الحمد لله. وقائد فريق اللي هو حلول. الأعضاء اللي معك جداد؟ والله بعضهم، لكن عندي كذا عضو داخلين أكثر من مرة وماخذين البيرق، فعندي فهد بن عياش يعني. خلني عن التعريف. هو معروف يعني بالقلايل من بدة القلايل. خاصة من بدايته وهو بيكون عساسنا بكرة إن شاء الله. ومعنا عيسى سميطي. عيسى طبعا بعد قد مشارك من قبل. مشارك وماخذ البيرق. ومحمد بن حسن بضاعن صليطي، هذا كلهم عندهم خبرة. الأعضاء الجداد يمكن احنا ثلاثة، اللي أنا ومبارك بن حسن الغانم وسعيد المنصوري، سيد بشرواك المنصوري. الله يوفقكم جميعا رب العالمين. بطي ابو خميس، هذا الموسم الرابع معه صحيح؟ الموسم الخامس. واموركم طيبه ان شاء الله؟ باذن الله ان شاء الله. ما في شيء من الملاحظات بعض الامور؟ الملاحظات التفت على اللجنه، التفت الملاحظات داخل ان شاء الله. الملاحظات داخل. فين السياره الصوره. زين، الأعضاء ثمانية. الأعضاء ثمانية. عندكم فريق اللي هو نقص معك اللي هو أخوي ناصر بن عبيد. أي نعم. من السعودية. ما قدر يجيهم. ما صار نصيبه. أي نعم. ناصر طبعا مشارك دائما مع القلائل. أي نعم. وعضو مميز. حضرت بدل الاحتياط. موجود. اللي هو؟ حمد بن علي. حمد بن علي. يعني ما في اختلاف، بعض الأسامي اللي موجودة كلها اللي شارك معك من العام واللي قبل العام. أي نعم. سيد بن أبو حمد المحشادي أبو علي. يا مرحبا. ترحب. مرحب. باقي عندك ناقصين؟ لا ما عندك حد ناقص، تسعة. اي نعم، عند الحمد لله احنا تسعة. اموركم طيبة، ما عندك مشكلة، ولا في خلاف ولا في امور ولا في اعذار ولا في اعذار ابد ابد. زين،
تصريحاتك العام ابو علي سوت لنا اجواء في البطوله، وقلنا قبل الفريق اللي انت تحمله الاسم هذا اسم كبير، كان يشيله قبل اخوي عبد الله بن حمد المحشادي، نوجه له تحيه ابو حمد، وقلت لك هذا اسم كبير عليك العام، قلت لي ان شاء الله اني انا قده وانت قده ابو علي ان شاء الله. ان شاء الله. بس العام ما سويت شيء، ما ظهرت لي يعني بعض الفنيات اللي كانت موجوده في الاجلاء اللي عند ابو حمد اللي عند علي بن خاتم. هو يا ابن عوجان داخل طبعا في العرق يبي لك توفيق، اذا ما حصل التوفيق اذا ما بتوفيق ايش بتسوي؟ يعني ودك مع حظ شوي بعد ها؟ معاه حظ شوي، يعني توفيق هو مو بحظ. صادق. لكن احنا ان شاء الله السنه هي الثالثه طبعا. ايه. ان شاء الله نوعد الجمهور كله ونوعدك انت ابو نهار والربع، ان شاء الله ما احنا مقصرين. اكيد. ان شاء الله ما احنا مقصرين. يعني بكره بنشوف مهدات، بنشوف تصوير عالمي. ان شاء الله بتشوف تصوير وبتشوف كل الخير. بعدي. ابو بداح طبعا مع فريق حمد الهادف صحيح منصوري، ابو هادف من الناس اللي شاركوا في نادي القلايل صحيح، وانت شاركت صار لك فتره الان اللي هو الموسم الخامس والرابع، هذه السنه الرابعه. السنه الرابعه قلت لي ناقصين اثنين وانتم راح تدخلون اللي هو العدد القانوني اللي هو سبعه. ما تحس انها شوي راح يكون ضغط على الفريق؟ والله ان شاء الله قدهم مستعدين ان شاء الله، الطيور طيبة والحلال مستعد، من الأمراض مستعد، من كل شيء ما علينا إن شاء الله. الكثر والقلب ما يهم، ما يهم، هم الرياجيل اللي عارفين القاعة وعارفون باخصين القاعة. نعم الله يوفقهم. أبو نهار في فريق سهيل، فريق سهيل بقادة أخوي الكبير مبارك بن ناصر الجبر نعيمي، مبارك غني عن التعريف، مبارك مشاركين معنا في القلايل واسم مميز في القلايل، لكن تفاجأت اليوم بالأخبار أنه انسحب من المجموعة الثالثة لأسباب أبو نهار. اليوم صراحة تقدمنا مبارك بن ناصر بأسباب خاصة فيهم في الفريق، لظروف ناس عندهم دورات عندهم دوام، فنقص العدد عنده. هو أصلا العدد ناقص عنده من البداية، يعني ناقص عنده في البداية، بس كان يعني هو لين وقت المشاركة للأسبوع اللي طاف هم كانوا على العدد يعني سبعة بالضبط، فتعذروا اثنين عن المشاركة عنده فما يقدر يدخل. معوض خير ابو ناصر اخوي مبارك ناصر الجبر، ومبارك من الناس اللي يحسب حساب للقلايل ويحسب لها الوقت انه يشارك فيها، لكن معوض خير والخير فيما اختاره الله ان شاء الله. والله بعلمك ابو ناصر عز الله انا بشكره من عندكم، ابو ناصر ما قصر. احنا كان عندنا شيء من الحلال تعب، وعز الله ما قصر بيض الله وجهه، قال الحلال عندكم واخذوا اللي تبون منه. وافي ابو ناصر ولا بغريب عليه. نعم ما هو بغريب ولا بغريب عليه، مبارك بن ناصر الجبر بيض الله وجهه النعيمي. ابو بداح قلت لي عندك ملاحظه قبل ما نظهر على الهواء ونشدك منها سيدنا حامد المحشادي، قلت لك انا لا اعطني على الهواء وخلي ابو نهار يسمعها. صحيح. اللي هي الملاحظه شنو؟ وقت التصوير هو الرمعه الساعه 9. انت قصدك على الرمعه اللي عليها العشاء؟ نعم. ايش مشكلتها؟ هذه هذه متاخره في القانون. متاخره هي. اي والله متاخره. احنا تدري كم الساعه نقوم؟ تعبانه. نقوم الساعه 3:30. صادق. زين ومن فجر احنا على وجهنا. ما نعود المخيم الا الساعه حول المغرب. زين انت يعني لو قلنا الفريق 9 وراحوا منها 4 ولا 5 اللي يجهز واللي يرتب واللي ذا. صحيح. ممساك 9 على طول يا لا والله امسانا ايه؟ على طول نصلي العشاء مع المغرب، عشاء انا الساعه بالكثير 8 الا خاصين من خلاص خاصين وحاط راسي نعم. العم ناخذها بعين الاعتبار، احنا قد حاولنا قبل ان نشوف لها حل، يعني هي حلها صعب على موضوع التغرير اللي تجيك يعني صب عين الشاهين. صحيح. اللي تصوركم داخل في المحميه. صحيح. ونحاول ندور لها وقت قبل، لكن ممكن نشوف لها. صحيح. اذا ممكن نشوف لها تسجيل في القنصه. خلها ابو عجوان. ها؟ في القنصه. في القنصه يعني؟ ولا في المضحى. هاي عاد ترتيبها مع اللجنه. أنا. نشوف اذا في وقت. لا ندخل اللجنه في المقناص. المقناص تعطيهم لغز. ما في وقت المقناص يا ابو. مو رادين عليكم. مو فاضيين. مو رادين عليكم. ازعجنا. فاضيينك تفكر في الرامعه وتفكر. القائد يرد. العظام يقولون الله. فاضي لهم بعد. كل شيء يحب يقطع راس القائد. قائد اللي يعطي اوامر وين فاضي حق نشوف له حل. بنشوف له هي يعني طبعا عشان المشاهدين يشاركون معكم. والله اكثرهم يصطلب عشان لكن ليه ما تصير مسجله يعني؟ تسجل قبلها الساعه 7 وتذاع.
زين ممكن نسوي تسجيل اذا الله اراد ندرسها ان شاء الله. دائما الشيء اللي فيه راحتكم وفيها ان شاء الله يعني من مصلحتكم ما راح نتوانى عنها ان شاء الله. ابو علي تبي ان شاء الله في مكه والسامية رب العالمين. التجهيزات طبعا جديد على الموضوع هذا في موضوع القلايل. والله شوف التجهيزات صراحه انصدمت بها. انا كنت يعني عندي انها يعني امور بسيطه مجرد ناقه ومجرد بعض التسهيلات بعض الاشياء، لكن والله تقعد تشتغل فيها شهر ما تخلص. تجهيزات القلايل، تجهيزات القلايل انا اتكلم تجهيز الفريق وانك انت تخلي الفريق كله يتمرن معاك بعد هذه اصعب واصعب. اصعب تجمعهم كلهم، تجمعهم كلهم يعني اصعب واصعب. زي يعني تجهيز كونك فريق حلول كم خذ وقت؟ احنا الله وفقنا يعني عندنا يعني انا معايا ربعي هذول قد داخلين وداخلين وقدهم عارفين موضوع التجهيز. اي بس ما عليه، بس يبي لها لياقه فتره طويله. ها اللياقه اللياقه شوف اكون معاك صادق. انا ما ادري مع الفرق الثانيه يعني سمعت انهم يتمرنون عن فريقي انا اقول لك احنا تمرنا يمكن كلها 3 أسابيع بالكثير. وتشوفها كافيه للقلايل؟ والله ما ادري بالداخل شلون. انا ظني انهم ما راح تكون كافيه. لا كافيه لا، شوف اللي اشوف اللي يركبون 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 يعني انت لما تركب على ناقه 3 ساعات 4 ساعات ما تنزل في التمرين، تجي في القلايل كل نص ساعة تنزل، صدقني أنت من تجرد أنك تنزل 5 دقائق تشوف لياقتك ردت صحيح وعضلتك ردت كما هي. صحيح ما أدري أنا وش اللي بيصير القلايل. خلينا أجل للربع اللي جاهزين اللي جاهزين هم. مبارك كم ساكن جاهز؟ والله من فوق شهرين. من فوق الشهرين؟ نعم. وساكن تمرون فوق الشهرين؟ نعم تمرن كل يوم. بعض الحلال ما يصلح للشباب. أنا أجيب مطية تمشي معي، ما عندك بحر حار مو بحار هاي خبرة. نعم خبرة. لكن بعض الشباب ما صلح له، احنا نبدل. بعض الشباب بيضل وجه فريق ذياب اعطونا ناقتهم، كان في عزتها لكن اعطونا اياهم بيضل وجه. و على الطاري هذا نهار انه ياخذ ما دخلت لا ما دخل لا ما دخلت عندهم هذا من قانون ابو نعم. قال هذه بندخلها معنا عندكم زود، قال عندنا زود حلال زيادة. اي نعم هذه زيادة عندهم ومن ابل الطيبة من ابلهم. والشباب ما كل ناقة تصلح له، الرقايه ما يبيها وهذه ما يبيها هذه. اي احنا فعقب الشهرين جهز نعم سويتوا لها يعني. نعم صحيح فوق الشهرين والله فوق الشهرين. احنا كل عصر مجتمعين. ابو علي تقول لي 3 أسابيع رجع يقول فوق الشهرين؟ والله صحيح يمكن هم انا اقول لك في فرق ممكن مشت فوق الشهرين، لكن احنا يعني صملنا على التمرين يعني صباح وعصر نطلع يعني مثلا من الصباح من الساعة 7 إلى الساعة 2 الظهر أسبوعين 3 الله يعني يعني كان تمرين قوي. زين أنا أشوف أبو علي ما تمرنت. أبو علي أبو علي لا أبو علي أنا أشد لا يتمرن لا رجال لاهي في مرمي وين تمرنت؟ ما تمرن احنا ما تمرن 5 أيام تكفي. لا نشوفه احنا الله يسلمك تمرنا. احنا بنسوي مثله ترى السنة استكشاف جديد على اسوء سوى جديد بنستكشف. احنا تمرنا تقريبا من 1/12 اخذنا لنا الحين شهرين وزود الحين. بس كنا نسوي ابو علي انا اشوفك لاهي في مرمي. لا انا كل يوم اتمرن وسوينا رحلات طبعا من العزبه سوينا رحنا جنوب غشام عودنا مره رحنا عند الخبيب واخر رحله لنا من العزبه لين جيت النخشه هنا. نعم هاي تسويها كل سنه؟ كل سنه انا اسويها. هاي 3 موسم تسوي؟ نعم. يعني ما عندك مشكله؟ لا ما السنه اقول لك ما عندي مشكله ما لها عذر كلش. شوف احنا الله يسلمك اول ما دخلنا كان شعار لنا شعار ابتسموا ان شاء الله تبتسم بكره. احنا هاي بنضيف عليه بعد شعار ثاني بس ما راح نتنازل عنه. في شعار السنه احنا ما ظنت السنه دي ما في ابتسموا. بعلمك احنا شعارنا ابتسموا وان شاء الله بيبتسمون جمهورنا وفريقنا ان شاء الله السنه. بس احنا دخلنا وياها تباعد ها شعارنا تباعد السنه. زين وفي ال في ال بس بعلمك تباعد بس اهم شيء الحكم يعني ما يعطينا انذار. هو تباعد السنه بس مطبق القانون
لا مع القانون احنا ما وصيك يا ابو النهار عليهم خلي راسه بطيء البال بطيء تجهيزات تجهيزات والله زينه ما عليها ما عندك مشكله ما عندنا مشكله ما ابطيت منها شهرين تقريبا لا لا يمكن اقل اقل ها احنا عندنا احس ان اختيار جاهز اللي نقصته لياقه يركب واللي جاهز ما الوعد العرق الله يسهل اموركم ابو علي اللي بكلمه قبل ما اظهر في التاريخ حقها طبعا انت من المجموعه الثالثه ومعك الرابع فايش تقول حق فريق او جمهور فريق حلول وتوعدهم ان شاء الله خلال المجموعه؟ والله اوعدهم ان احنا نكون منافسين وان شاء الله مثل ما قلت في التقرير قبل منافسين وبقوه. ما انا وربعي وانا يعني من الناس اللي ما نحب الهزيمه وبعد ما نحب ننهزم هو ان شاء الله بنبذل اقصى ما عندنا في القلايل في العرق وان شاء الله يبشرون ان شاء الله بلا ايش تقول للربع اللي معك من الربع اللي معك ايش تقول اللي معي منافسين هذا يا مرحبا بهم في العرق يا مرحبا في العرق يا مرحبا بهم في العرق يقول لك رحبك ابو علي في العرق ابو مبارك انا رحب يا مرحبا ايش تقول لجمهور فريق الزوير جمهور الزوير يشوفون الهدف الطيب يشوفون الصيت الطيب ان شاء الله وجعل ربي يوفقنا جميع ان شاء الله نطلع من البطوله انت ان شاء الله سالمين وغانمين نعم. ان شاء الله الله يوفق جميعا والله يا ابو عجان هذه البطوله اول شيء عشان اشكر اللي اسسوها ولجان وحكام وهذا تعتبر قنصه وين تعيل القنصه نفسها القنصه ما في هدد حباري ومستانس ازل لكن وكل من دخلها باذن الله انه بطل صحيح لكن تحكمك البطوله لانها بطوله يطلع فايز واحد صحيح لكن احنا باذن الله ما راح نقصر اكيد انا واعدك ان السنه ما راح ما انت شايف قصور بعد بكره بيبين معنا في التقرير بتشوف باذن الله التقرير لا بكره لا عقب بكره اذا عقب بكره ان شاء الله عقب بكره باذن الله بطي شرب الخير ان شاء الله ان شاء الله ابو خميس يفرح باذن الله ترى ابو خميس ما قصر بس انكم تساعدونا ان شاء الله بالمره وتشدوا حيلكم معه باذن الله ان شاء الله بالتوفيق وياك مشاهدينا الكرام طبعا نودع ربعنا اخواننا في المجموعه الثالثه فريق الزوير وفريق الجلعه وفريق حلول وفريق نوماس نقول والله يوفقهم رب العالمين ونقول لكم الان مع تقرير اللي هو نتيجه اليوم الفائز وفاصل ورجع لكم يستاهل الشق الربع يستاهلون لهم باقي نص من الربع ولا الربع باقي نص منهم بس الرزق عند الله والصيد توفيق راضيين بالنتيجه وراضيين بالمشاركه وان شاء الله لنا مشاركه ثانيه ان شاء الله جاهزين بالمخلص الحمد لله رب العالمين معنا فرقة قوية الحمد لله رب العالمين صيدنا لا بأس به لكن صيد آخر يوم صراحة متخوفين منه الحمد لله رب العالمين والموت في كفه وعينه
عقبه المقناص وكبار الهقاوي ما عرفها من ترك في المدينه للوسم فالنفد واطرافه ملاوي للخزامه والربل فالنفد عينه للخريش اللي ورا الغمه جلاوي من طواريح النوادر. مشاهدينا الكرام، ودعنا أعضاء فريق المجموعة الثالثة الله يحفظهم، ونرحب بالوالد حمد العلي مبرغش النعيمي وعلي بن نور المري ومبارك بن ثابت السبيعي وعبد العزيز مبارك العلي وأخوي عبد الله بن زاد العتيبي. يا مرحبا بكم جميعا. والله يرحبك يا أخي. شفنا معاكم المجموعة الثالثة، فريق الزوير وفريق الجلعة وفريق حلول وفريق نوماس وفريق سهيل الله يحفظه، طبعا اعتذر عن المشاركة بحكم الظروف اللي عنده. أبو علي سمع العدوك، الفريق الجديد بس أعضاءهم هو جداد، الفريق اللي هو فريق حلول. نعم. عبد الله بن علي الغانم. وسيدنا المشادي هذا الموسم الثالث اللي شارك فيه. حمد من التأسيس بطولة القلايل. أبو خميس صار له فترة طويلة معنا بعد يشارك. الأسامي ما تغيرت، نفس الأسامي، بس اللهم اختلاف بسيط. لكن المشكلة عند اللي هو فريق الزوير اللي هم 7 أعضاء، عنده ناقصين 2. تتوقع انه ممكن عنده اشكاليه بكره دخول المحميه؟ لا ما يعوق شيء. لا لا، انا والله اركز على فريق حلول بالذات. ايه، لان في واحد من اعضائي الان يعتبر يعني فريق حلول مكمل للسد. فريق حلول، نعم، مكمل فريق السد اللي يدخل المجموعه الخامسه. في في وجوه رابع. في وجوه، وحاس انا حاس ان الجماعه ذولا ان شاء الله بتكون لهم بصمه السنه. بس ابو علي مكمل ولا منشق من عندك؟ لا والله هو زي ما تقول اخطفوه من عندك. اخطفوه. ايه. لا تعجل، هو قلبه ضعيف هو، لكن السنه واجهته وقال لي ان شاء الله اذا الله احيانا ان شاء الله الزمان الجاي محمد بن حسن بضاعن بيكون ان شاء الله معي. بضاعن عضو مميز صراحه، شارك معك موسمين؟ موسمين. وشارك عقب مع نوماس موسم، والظاهر لا اكثر من موسم شارك معاهم. واعتذر. نقلات احترافيه جدا. هذه يدل على نقلات احترافيه. لا هذا الفرق هذه انا احبها لان اعضائي اللي خلوني وراحوا انا ما زلت متمسك فيهم، بس هم ياخذون لفه كبيره وعقب ان شاء الله يرجعون يرجعون. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. هو اتمنى التوفيق لله. هو ياسس الفرقه ويطير. صحيح. فريق حلول يعني بتكون له بصمه ان شاء الله، بس قلبي ترى مع الجلعه انا بعد ما تخليت. وش الفريق يا ابو علي؟ ما ادري لانه ياخذ عيالنا ذول ونحبهم. زين. سعيد بن حمد بالذات يعني حاس انه
بيسوي له بصمه. ناخذ ترشيحات بس خلينا ناخذ كلمه اشوف ابو مشعل. فريق حلول من غير قصور طبعا في الفرق الموجوده عندها لاكسي اثنين قوتهم ده. حتى لو الفريق انا اتكلم لك عن واحد اثنين ثلاثه اربعه تقريبا خمسه سته اعطي بالاسامي. بن حسن، ابو ضاعن، فهد بن عياش، محمد بن راشد ابو عينين، سعيد بن احمد منصوري، ناصر الكواري، ناصر بن جاسم، هذول كلهم رياجيل يعني طول السنه وهم في مقناص. في قطر ولا برا؟ في 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 قطر ولا برا؟ يعني رياجيل ما يقعدون. وفائده يعني اضافه بتكون للقائد من غير قصور، اضافه قويه، واذا الله يعني وفقهم الربع ذولا مؤثرين جدا في المقناص. عند اخوي عبد الله بن علي الغانم. نعم، مع عبد الله بن علي الغانم. زين، هذا الترشيح للسلاح ما قلت الترشيح، عاد باقي عندنا تغريد الصيد، عقب تغريد الصيد ندخل موضوع الترشيحات. ابو ثامر لبيك، وش الفريق اللي شد انتباهك في المجموعه الثالثه؟ والله كلهم الصراحه قائد ابو خميس مع سعيد، لا محمد الخميس نوماس مسي عليه بالخير محمد، بس عامل الحظ شوي، اعتقد شارك فتره كم مره شارك. ومشكله محمد الله يذكره بالخير ليل مضحى ما دام الحظ خالف، لا تبناك كم سنه الله يذكره بالخير، كنت لاحظته سنين اول الصبح يهد الى جنب وقف الله يرزقه ان شاء الله. لا بطي قال انه قاري معوذات ان شاء الله المره وامورهم طيبه ان شاء الله. بطي؟ إيه؟ والله ما ادري. لا بطي قال احنا قاري معوذات الله ان شاء الله. سعيد سعيد العام يعني اكون صريح داش العام ويعني ترك بصمه حلوه، تحدي واثاره، بالرغم ان حمد بن راشد العام تعور الله يذكره بالخير بس يعني بالخير الله يوفقهم ان شاء الله. عبد الله بن علي والربع فهد بن عياش، فهد عياش بعد انا اكون معك صريح معاه قلبه غالبا فهد بالذات يراعي شاهين صادق ومبدع ومنجز وصايد ما دخل شاهين. لا لا ما اقول لك في كان راعي شاهين هو راعي شاهين بس ما يدخل شاهين ما يدخل لا لا شاهين. انا اقول لك احنا نقول لك صعب صعب على الشاهين القلايل. لا ليش؟ صعب صايد سبع وتسع انت راعي شاهين وصعب يا سعيد ما في شيء صعب على الشاهين يحنونه ما بيحنا يحنا لا 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 ما دخل القرار ابو سعيد متصدر على ابو ثامر كل ما نقول في شيء ما اشوف جاي لا العين ما تعلى على الحاجب ابو ثامر الله يجزاه خير هذا الحين المجموعه واحد شهادتي لي فل روح يا علي لكن اسمع ان شاء الله راح يحصل صالح وطول في عمرنا متى بنشوفه زين متى بنشوفه الحين المجموعه الثالثه ولا جاي طول يا اخي بس مبارك متى زين متى لا تستعجل اذا هذه المجموعه الثالثه باقي مجموعتين النسخه العاشره لا اله الا الله محمد رسول الله ان الله مع الصابرين اذا صبروا اذا صبروا انتظر انتظر ان شاء الله النسخه 2020 22 23 24 شفت الخاص بعدون اليوم يا رجال ما عدا في ما ادري عدا اي مجموعه في واحد ما عدا ابو ثامر طرشتك على الخاص عبد العزيز لا تصرح على الهواء ولا تصرح ما عليك لا تشوفه لا تشوفه مبارك من اللي وعدك اني دخل شاهين مع في اي مجموعه ما عندك تقول عشان اعرف بس من اللي موالي داخل ابو سعيد اسمع مالي شغل اسمع انا من المجموعه الاولى اعطاك باص تعلمني ما لك علوم ما لك شيء ابو ثامر زين سعيد الله يجزاك زين جدا بس بقول لك عبد العزيز اعطاك باص تسلم خلاص اخذ براحتك براحتك ابو زايد والله الافرقه هذه ما شاء الله كلها قد دشت وتعرف المقناص في ارضها فيها فرقة ناقصة بس فيها فرقة نشطة والله الزوير انا اشوفه كلهم شباب ما شاء الله اللي مع ابو هادف اللي مع ابو هادف طبعا انت معرفة شخصية مع حمد نعم اعرف محمد بن هادف ومحمد بن ناصر واكثر الشباب بركي معرفة ما شاء الله كلهم شباب والله ظل ولا حط ركز في الزوير عنده اعضاء مثل ما تكلمنا في الحلقات اللي راحت قبل انه يعني بعض الفرق تركز على اعضاء مميزين مختص في حاجة معينة صحيح يعني بركي مختص مطية وفاهم في الموضوع هذا ونشيط حمد في الطير وخالص في الموضوع الطير ومهتم في الموضوع هذا فموزعين بعضهم هذا اسباب النجاح انه لازم يكون عندك اعضاء اللي يعرف يقص اللي يعرف في الذلول اللي يعرف في الطير راكدته مقناصه على الذلول يكون طيره راكد على يده لازم تكون عندك اعضاء يعني كاملين مكملين لبعض اي مو بانه يعني ما توزعهم على المهام هذه لازم متخصصين
انا اشوف الفريق هذا ممتاز ما شاء الله، كله فرقه عز الله حتى الاجلاء يعني مو بهين. وفريق سيد الحاج المحشادي، نعم، وفريق حلول يمكن فيه اثنين ثلاثه جداد بس الله الله يوفقهم. فهد زيد ممتاز، فريق رماس خبره بس ما حالف الحظ. ونكمل سوالفنا ونكمل حديثنا، نروح مع تقرير صيد المجموعة الثالثة واللي تأهل منها فريق الشقم محمد بن طالب الهليل، نشوفه معكم وراجعين سوالفنا في المجلس في العريق. قلة الصيد عندنا يمكن وضع المكان، وثاني شيء الأفرقة تم ترص على بعضها بعض وإحنا نتجنبها، وإحنا آخر فريق من جنوب صعبة نقدر ندخل بينها، داش مع مجموعة قوية فيها أبطال. الربع مستانسين، ما هو بالمطلوب منا، لكن القلائل تحتاج سرعة، الخصم الشهادة فيهم مجروحة، سريعين يعني يقطعون يسكرون عليك جميع الاتجاهات في أقل من خمس دقائق. لازم أنت تستخدم شوي السرعة عشان يا تتعداهم يا تسكر عليهم. عندي عناصر من الأعضاء ما يملكون السرعة. فلم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فلم يجعل كيدهم في تضليل. لهم كي الربع أمس حبارة واحدة من قناصكم ما شاء الله عليه تعديتوا كيلوات، أمس حباري شي تطيري يميني يسار، قصينا وهدينا، واليوم اليوم الثاني. ابو راشد والله انا اقول ان توفيق يلعب دور الواحد يعترف انه ان فريقنا خمسه جداد على المكان. شوف الصيد خله على جنب، استمتاع اقول بالنسبه لي اقول رجال الثاني اشرك كل يوم ولا اليوم بس اليوم انا اكل اليوم غير اليوم غير اليوم اخر يوم امسى بكره نطلع من المحمية. طبعا عندهم النظام الأغراض اللي في بيت الشعر كله، بكرة الصبح هدى نسرح. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم آخر يوم مقناص، طبعاً الحين شلين الأغراض من بيت الشعر. اليوم ضباب نفس ما تشوفون، احتمال تعليمات من العمليات من الإدارة أن احتمال أن تنزيل بيت الشعر وننطر انطلاقة الصيد. الحمد لله رب العالمين، الله يوفقنا إن شاء الله اليوم الصيد ونعوض اليومين اللي طاب. والله جو اليوم ضباب وراح يأثر على الأفرقة جميع، يعني مو بفريق من دون فريق. اللي متقدم بيكون الحظ الأكبر عنده في نتائج أمس أو أمس. اللي علينا سويناه والباقي على الله. انطر الانطلاقة. والله كريم إن شاء الله. الله يوفق الأفرقة كلها اللي معنا. واحد يمين واحد يسار، عطونا الصفقة. يا سراب بغانم ولدهم فيها سراب رفض ضرب وصار ترى اللي عندك قديم ها اقرب اللي عندي جديد بس شوف وين ما طلعها الحبار عندي علي علي مين علي مين الحبار علي وقف وقف يا شفيسي شفيسي وقف الحبار قدام عطى 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 يا محمد عطى 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 ما شاء الله عليك
ما يخاف ما يخاف. هذه الحبار الأولى فرق المرقاب، دعواتكم لنا. لا طل فر الصبح أول واحدة طل حبار قريب. والله عندنا ثر واحدة وفي ثر واحدة مقصوصة، ثنتين هم في القاع، الظاهر قصة واحدة الفريق اللي قبلنا وفي واحدة ثانية دخلت عليها في نفس الخط وقاعدين نقصها الحين وإن شاء الله أنها قريبة. ما خفضني مساعة طيرك شايفة يا أبو راشد حبارة وجهتها صوب وجهة طيرك. درع يا أبو غالي سلام سلام عطى تبقى يا ابو سعود اذا طلبت عطف يقول ممنوع يقول ممنوع. عندي كرت عندي كرت ابي حرقه يا رامي خلاص عندي كرت ابي حرقه. عباره 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 سار 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 عباره الزم 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 الحباره 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 ما شاء الله ما شاء الله يا ابو سعود هادي يا ابو سعود هادي يا ابو سعود تعال تعال قصع معك تعال تعال وفايد رايح الحمد لله طارت بيننا بين الرابع الحمد لله هدينا عليها الطير طير ابو راشد جعله يسلم الحمد لله رب العالمين. علوان ذا الطيار يا ابو راشد يسعد الله وجهك ووجه ابو سعود ووجه المجموعه كلها. هذه الحباره الثانيه فريق المرقاب دعواتكم لنا. اليوم طلع الصبح العرق وجهنا شمال دخلنا بين الأفرقة الحمد لله توفقنا في واحدة وحين الثانية ومكملين الحين إن شاء الله. كنا بنطلع أحمد تعب شوي علينا من أمس حاسب تعب واليوم زاد علي بالخروج وهمة الشباب أكمل وياهم لآخر شيء إن شاء الله والله يعيننا على التعب. عندي دوسات انا عندي دوسات حياك حياك مجنبة يا الربع مجنبة حياك مثل العبارة وراد وفهد مثل الطير محمد اول ما ينزل الطير شوفه شوفه كان يشوف بعيوب عطا طار 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 ملزم 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 فغانم من عندك حول يمين حول يمين فغانم هنا طلع الطير وعقب الله صادمنا بحباره ما اعتقد انها من المحميه خذنا يمكن ربع ساعه هو وياها في الجو يلا يبين حاولنا بالدربيل نثبتها الحباره راحت بعيد الحباره هذه من مالت محميه هذه لفوا 100% شاركت من سنه 2014 كل سنه اتعلم منها شيء جديد يعني في القلايل
والحمد لله لين ما كونت فريق. شعورك داش القلايل ما تنوصف، انت ربحان. وايك الصيد اليوم؟ والله راضي ولا مو راضي؟ والله مو راضي، واحد اشتغل حتى الصيد امس انا مو راضي عنه. بكره لازم نشوف حالنا عنه. والله لازم شو، انا لا صيد اليوم ولا صيد امس راضي عنه، لكن تبي الصدق والله اول مره ادخل قلايل وتصير معي المواقف انه ما صيد شيء. واحده اليوم امس اربع ما داخلين مجموعه ذهبيه يعني مو بهينه. ايوه اول مره ادخل مستانس، ان شاء الله بطلع مستانس. الله كريم الحمد لله، ان شاء الله بكره نعوض ونستانس ونصيد ايام الله خير. اهم شيء دخلنا مكان مو باي احد يقدر يدخله، مكان طيب مكان حلو مكان فيه صيد متوفر، كنا نقانص برا وطيرنا صادت الحمد لله مستانسين. اللهم لك الحمد. خير من نور، خير سهل ولا تعبتوا ولا ندمت. مرحبا بكم. قبل لا تكمل والله اننا مستانسين، والله احنا مستانسين جدا في ذمه في ذمه. ابا حد جاني بناشت مثل ناشتي اللي لي اشوف صيدنا شو اليوم عشان بالله اني مش بدازه. منظور يا منظور، والله انا متعه القلايل. نعم والله انا متعه، انا اطلع من القلايل واقول ما عاد يدش. انا ما لي حاجه هدش، بروح باقنص برا الى اجى وقت التسجيل. انا قدي متشكك بنسحب يقول يبي يسوي فريق مع حمد ولدك. اقول يبلغك الحكم يقول لك في فريق جنوبيك وخر عنه فريق وش الدرب اللي تلقى حمد قول له يوخر لك سير ثمن. ابو البومه تعشى لا بكره نكتب الخيمه نجهز اغراضنا نطلعها برا ونشيل الاغراض دي كلها كل شيء نجهز عشان بكره ان شاء الله الانطلاقه سيده للعرك. ابو سيد ضر حضبي اول، ابو سيد الضبي الضبي مخليها اخر شيء. لا والله ما خلصت شيء دك لما جيت لما صبت انت ما انت اوكي وانت ساعات تشرحون لي خالفهم حد ربيت وهر مشموح الطلع يا فريق المعيد. والله انت اللي طيوركم كلها يا رجال. الاربع غادي المذهبه الاربع اسمعنا الاربع غادي لا 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 والحماري هريب الحاد المشي بلا اطلع لين لك على بيوت الفرقوس العود لاقبض العرق من جنوب. اخر يوم عندنا مقناص للساعة 2 الى نجي وقف الصيد، نجي وقف الصيد وجهنا لمقر البطولة. هدانا تحت العادي مو بدانا نفس هدا كل سنة، لان المنزل ما خدمنا. احنا كل سنة احنا ننزل منازل تخدمنا والمنزل ده ما خدمنا السنة دي. والله علينا الضباب، ننتظر الضباب لين ينجلي نجهزين اقراضنا نطلعينها برا ننطب الشمبر تسجيل البيت ننزل البيت ياهلي ان شاء الله تنطلع له. نتم مع لقاع شداد اللي اول ما نجي العرق نعين الفرقه كلها متكامله في العرق. والحمد لله رب العالمين. اهم شيء نحن طيبين اخواننا طيبين مستانسين. والله يطول اعمارهم ويجزاهم خير والقايمين والداعمين لهذه البطوله. بطوله ممتعه وناسه وتنافس شريف. واللي معنا كلهم ربعنا واخواننا. اذا فزنا هنونا واذا فازوا حنجيهم نجيهم بنهنيهم الناموس. احنا وياهم شيء واحد. طلع المسمار منه، طلع المسمار ايش قاعد عيد عود جنوب عندك قاعد نفس الشيء
يمين 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 جاهزين؟ جاهزين بسم الله توكلنا على الله. جنوب اسمعوا الطلع يا شباب، اسمعوا الطلع، سلمتوا؟ الزم والزم الزم 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 طلعنا بطيري قرناش مع علي وحنا الحين والحمد لله هطلع الحبارة دي أول حبارة. حطك طير كوتشو. سالون الصيد يا رب سالون الصيد. ساعات التفت أشوف أيتوه قلت له هد 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 هد. على خط النار الحين. حبارة الأولى في رجل عادي. يب انت تبع لي ولا لا تبع هو غير هو وراك استمتعوا من حضره حضره بتعود على الشمس يب البارحه وعندك حضاره من اليوم ثنتين حضرها البارحه وحضرها اليوم وعندكم مغمر مغمر براش براش وين قاعد براك براك ولا قاعد يا قائد فريق معيد عليك تنبيه انتشار استلمت ولا عندي انتشار عندي بعير مبارك من اوخين دوره يقوم عن الله من اوخين المطيانه برك بعيره ما يبي يقوم هذا اللي اخرنا بس بعير لا يرمح قوم بعيرك زين زين شوي شوي قوم شوي 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 أنا فيكم بعير فضال عبارة عندنا يا حكم هدينا عليه سير على راحتها لا والله هارب قايل لكم يا ربع الطير مطلع عندي مساعة قلت لكم الطير مطلع ما شفتها كلهم شفناها كلها معك حبال حبال قدام والله بشركم سبحان الله تعطل عندنا بعير وجت خيرا اللهم لك الحمد غيرنا وجهتنا كنا نبي نروح وجهة ثانية وغيرناها بسبة البعير الضالع اللي عندنا أول ما تحركنا بركة القايد أبو حمد لقيناها قدامنا تسير هدينا عليها هاي الحبال الثانية يا حكم يا حكم ده اثر حضاره اقول لي بهديات الحضاره عندنا مقراها من الشح انا شوف طلع شوف ودهم عديت الطير انها طلع والطير ما شاف يكفخ من الهواء وهدى الرجال طلع او انه مطلع وضيع طلعه الله العالم طير
شوف طير شوف الزموا شاف الطير عندي اطلع من بعيد فخول الكفخه وما اعطيته سوقه بيتاكد منه وتاكدت انه شايف وهديته واطلع من تقريبا كيلو كيلو شيء لكن اول ما جاء هنا لقى فيها طلعه ونزله طمانه وكذا فضيع الطير قاعد يضايف 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 قاعد ندور حوله المشكله لقى مثل ما تشوفون حصى ما قادرين نشوف لا ثور ولا شيء وضيع طلع الطير لكن الطير شايف هو حبار ان شاء الله ولا ما كان قاعد يضايف عليه. خلصنا اليوم خلاص استانسنا وقنصنا صدنا صيدنا مو واجد يعني تقريبا 7 حباري اول يوم 4 ثاني يوم 1 واليوم الاخير 2 الحمد لله على كل حال مع ان الفريق جاهز وطيورنا طيبه توقعات ان انا مستحيل اتاهل مستحيل ان فريقنا يتاهل صراحه يعني احنا داخلين في مجموعه قويه جدا 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 صراحه اهم شيء من هذا كله ان صراحة نفسيتنا زين يعني حتى أمس ما صدنا إلا واحدة بس وآخر النهار نفسيتنا كانت حلوة الربع صايد مو بصايد مستانس وهذا الصح أنت مش داخل حرب داخل قلائل داخل تستانس تهد وتصيد في منافسة ما حصلت المنافسة استمتع مكان جميل مكان ما تلقاه في مكان ثاني صيد موجود حباري ضبع استمتع. أخوينا أحمد الفضالة هو كان من أمس يشتكي من ظهره من مطية شوي هو قاع منها أقعة خفيفة لكن ألمها زاد كنا اليوم يعني ما ودنا إنه يروح بس هو أصر إنه يروح وعقب ما اشتد عليه قلنا لهم خلاص شوفوا طلبنا له الدكتور والدكتور قرر إنه لازم إنه يطلع من المسابقة لأنه قالوا لازم إنه يسوي أشعة قلنا له لازم إنك تطلع أهم شيء عندنا سلامتك. صدنا 5 الصبح قلصنا لين المغرب ما شفناها من عقب الصبح ما شفنا حبار عينه الربي طردناه ما شفناه شاف العين جينا من وراه ما شفناه. علومك ابو سعد زات علومك اليوم عندي عجل بعير بند اليوم اي والله ما قصر والله لا قصر ولا قصر رعي يا العمر من غير قصرهم في الرب عز الله عز الله ما قصر. ابشركم انا طيب ابو سالم طيب ما في الا العافيه جانا دكتور وعطانا علاج وابشركم طيبين وبخير. اول شيء الدكتور كلهم مثلهم اي والبيت اليوم عقب ما نتعشى ونخلص مره نكون جاهزين البيت الاغراض اللي نحطها برا انزين نخلي كل شيء جاهز. انتحار اخر يوم نعم اذا ما انتحرنا اذا ما انتحرنا ما منها فايده اي والله بس انا منعني في الطير ربع تبون المقناص لا انت لا تشيل الطير منعني في الطير انت تقنص مره ان شاء الله بكره بنعوض اللي توقعتوه اليوم انكم تجيبونه وبتدبلون ان شاء الله صيدكم دبل ان شاء الله وبالتنامسون وباذن واحد احد ان شاء الله كونكم متاهلين. الحمد لله اليوم قمت طيب وبخير الحمد لله وان شاء الله اليوم جاهزين وبنطلع ان شاء الله على اليوم المنكاف وبنعوض ان شاء الله في الصيد اللي صدناه اول يوم وثاني يوم وحنا جاهزين قمنا من الصبح جهزنا الحلال امورنا ان شاء الله كلها تمام طيبه. حي على الصلاه حي على الصلاه الله صيدنا مش مرتاحين منه صيدنا مش صيد تأهيل لكن ما ندري وش بالمجموعات الثانية هل هي نفس الظروف اللي مرتنا مرتهم دائما اللي علينا عليهم وهي كلها أرزاق توافيق
إن الله وفقنا هذا شيء نرجيه من الله، وإن فاز فيه واحد حنا أول مهنيين له. بس نرقب أمر الانطلاقة، لكن أشوف فيه ضبابة وأعتقد إن فيه تأخير اليوم، لكن إن شاء الله نقولها ما تطول الضبابة عشان نستغل الوقت. تدري الضبابة كانها عودت شوي ولا قد قشعت؟ كان لا شوف أنا بقول له يمكن الأماكن الثانية أقوى. حنا نشوف مكاننا، ويمكن بعد ما تدري يمكن في أماكن عادهم يشوفونها قوية. الحين إن شاء الله بعد بداية الرؤية تصير واضحة، والضباب انجلع راح، والشمس طلعت من الصباح ما شفنا الشمس إلا الحين، والحمد لله هتينا بس أمر انطلاقة ومتوكل على الله. أمر عمليات إنزال البيت الشعب والتأكد من نظافة المكان وأخذ أمر الانطلاقة من الحكم. العودة ظهرها طلعت. حياك ظهرها جديد. العينين ظهرها الحين. وندور لها إن شاء الله. قريب إن شاء الله. ظهرها طلي اليوم الصبح. إن شاء الله بالعين. عدينا. تعال خلص الحبارة. شو رايك في الهدف؟ شو رايك؟ رجل أنا شكيت إنها ما انقزت، ولا الخربدة جايك من حضرة من علو فرق العسيلة. كفو يا أبو سالم. المخامير هاي اللي يقرب ترى مخاميرها عندي. حياكم ترى جديد. حياكم، واللي بيهدي يضرب، اللي بيهدي يضرب. حبارة عندي شوف العيد. حياك. خلاص يا رب بعد اللحق. حمارة الثانية فريق العسيلة، ابشروا بالخير. شربوا الخير. ربي قطعت اليسر. درن جديد. اقنصوا يا رب، اقنصوا على الحبارة اللي عندكم، وانا قريب بنجيكم. اقنصوا. جاهز. سلام يا هاي الثالثة الفريق العسيلة. أجر بخير. حرن علينا هنا يا اليوم من راح هو مضبوط ما يبي المراحي. تم البعير بارك ولا قدرنا نجيبه جانا قصد من جدي. خلوا البعير ينسب، البعير قطعته قبل. خلوا خلنا نكمل. خلوا البعير. والله اليوم تعبت عندنا مطية، تعب عندنا بعير.
تبرك علينا وتعب شوي، خليناها شوي يمكن نص ساعه كذا وقام. الحمد لله الاحتياط مطايا الاحتياط كلها كانت في مكان البيت، زي الحين ماخذين المطايا كلها والطيور كلها متوجهين قانصين على طريقنا ان شاء الله لين المغرب. صراحه القلايل احنا مشتاقين لها من العام، هذه رابع سنه لفريق العسيله. صح انها شوي واجهتنا شويه مشاكل مع الحلال في البدايه، اتعبت بعض الاعضاء، احنا ما قصرنا ولا قصروا اخوياي كلهم، تعبوا واجتهدوا. نتمنى التاهيل، واللي بيتاهل احنا من اول مهنيين، ونقول ان شاء الله يعني الفريق العسيله يتمنون كل الخير، وان شاء الله اذا ما تاهلنا السنه نقول لهم ان شاء الله العوض في السنه الجايه. الحمد لله اليوم قطعنا المحمية كلها من شمال لغرب لجنوب لشرق، وأول ما دخلنا العرق عينا ثرب جديد جديد وقعدنا نتبعه أبعد اللي وصل الحد، وخلينا شفنا أنه بيضيع وقتنا لين 7:30 وحنا معه، وعقب رحنا وبدينا بالذبح والربح. أي ذا الخير، ربعنا وتعبنا وقناصنا كل هالقلايل عشان نرضي جماهير فريق التحدي. الله طوي عمرك يخرجنا سالمين غانمين حول ولا فرق الثاني، ومن النفس ان ننتهى ونتلاقى في النهاية. بيض الله وجيهكم اليوم. وجهك يا ابو محمد. مساكم اللوم. الضبي شوي يمكن اخذ وقتنا اول الصبح، لكن الحمد لله عوضت. بيض الله وجيهك. بكره ان شاء الله ترتيب مثل ترتيبنا كل يوم. نحاول نوخر من الفرق، هذا نسرح. نسرح. حلوه ان شاء الله. عقب. شو هاي فرق بنصد منها ان شاء الله. هذا الطريق الزين. بنخلي مطايا ثنتين، ها؟ يمكن خلينا احد الطيور معها. ايش رايك؟ شعور طيب. شعور طيب. خف اروحنا الطيور. ايوه ريحنا. وترتيب الاغراض مع اغراض للحين ان شاء الله. بيض الله وجه محمد اللي حل الرمح. والله. هو ظافر. جزاكم الله خير. عشا موجود وخلاص الحمد لله تعشينا. مسكر اغراضنا للحين. ونخلي الاشياء الخفيفه بس للرمح لبرنامج الليله. وبيتنا ان شاء الله بنقوم الصبح بنرتبه كامل وبنقضيها ساعه طمن النوم. ايش رايك؟ بيض الله وجيهكم. والله لا يهينكم، والله يهلكم ان شاء الله. ان شاء الله كريم. خلى على جنب فهد الله يصبح على خير. بكره ان شاء الله الوعد نار وشرار. نزلت علينا ضباب قويه، هذه رحمه من الله ان شاء الله. احنا حزانا على الوقت اللي بيضيع وحن في مكاننا، احنا ودنا نستغل كل دقيقه نقنص فيها. ثلاث ايام ما تكفينا في المحميه، احنا مهما كان رقمنا وراء او قدام ما هو بهذا المقصد وبس، المقصد المقناص. فالضباب اكيد بياثر علينا على اخواننا الفرق الباقي، اتمنى لهم السلامه، وهذا ما سوته اللجنه التاخير الا من صالحنا وصالح طيورنا، الهدد في الضباب ما يصلح. اليوم الاخير يوم المكاف. جاهزين ان شاء الله، نطلب من الله الظبي اليوم ان شاء الله نهد السرقان عليها، الظبي اخر يوم يقلب النتائج. نطلب من الله التوفيق ان شاء الله. ها ايش رايك راح تضرب؟ والله هذه وياها شوي تاخر الوقت، لكن قلت اخيره في اخيره يا ابو محمد. الله كريم ان شاء الله، المقسوم بيعطي ان شاء الله. ببشرك الحين ظبي ان شاء الله. تعال 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 خذ خذ.
ردي رد 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 ردوا 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 بعد بعد ردوا ردوا هناك ردوا ردوا هناك يلا ردوا 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 شلاي ابو فهد شلاي ابو فهد لورا يحرك جعل عينك ما تعمى يا ابو فهد تمغي الخير عندك الخير ها في الطرف الحبال الاولى فريق التحدي حركوا حركوا ما عقه وقت حركوا باقي ساعه ونص اما والله تاهلون ولا نهاوضين حركوا حركوا بس نزل خبارة ما ينينها سنحها إن شاء الله الله يسلمها العلم هذا الانتشار الثالث هذا السنح الثالث الأخير للعلم سلمي بالسلام بالسلام أرى بسلمي أنا أولا يكون فيها غير بالسلام تركتبه فيها وتردده واحد يرى ثانية عندك هذه الحبارة الثانية فريق التحدي وابشر بالخير ان شاء الله خير لما يا اخوان شمع لما ساعات ساعات والعقوه المنصه الوقت من ذهب يا اخوان شمع اللي عندكم يا راح 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 شمال 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 شرق شمال بيت ابو عامر هذه قطر غير فوق بابا قطر 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 يا راس قطر قطر هديت 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 يا رب هديت
يا كفي يا روح يا اخي تم تم وكان طلع يلا هنا ارسل قائد الفريق تذكير تذكير باقي 10 دقائق على وقت الصيد استلمت 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 يا رب احتاجك غير الحضاره شنو منكم الحمد لله رب العالمين اخويا يسلوم طيبين وبخير اليوم اخر يوم عندنا في المجموعه الثانيه اخويا كلهم ما قصروا ما عندهم ولا غلط ادوا كل دال عليهم الحمد لله ما علينا ولا انذار اقول لاعضاء فريق التحدي ترى كلكم قاده انا غايد مسمى عشان البطوله هذه ولا انتم كلكم غاده وبيض الله وجيهكم وسعد عين من انتم ربعه اللي اول الربع ولا اللي خويهم الحاله هذا بيرك اقول جمهور فريق التحدي اتمنى ان الله التوفيق واني ما قصرت لا انا ولا اخويا في حقكم ترى احنا بذلنا مجهود طاقتنا وزياده ان كان احنا تاهلنا حنكف وانتم تستاهلون واذا ما الله كتب لنا التاهيل فنبغيكم تسمحوننا وتعذرونا وتاكدون احنا ما دخلنا ذخيره ولا دقيقه قادر اشيلها لحالي اليوم الحمد لله لا في هواء وناسبنا الجو اليوم الحمد لله صايدين السحبار ولله الحمد وعدكم طبي الصبح غير لكن ما حب للحظ باذن الله بكره عاد مثل ما يقولون يا حيا يا موت توفق اليوم بالسحبار الحمد لله على اللي كتبها الله لنا بكره من الصبح ان شاء الله الى الساعه 2 ان شاء الله ما راح يبردون الشباب الحمد لله اليوم ثاني يوم لنا مقناص صيدنا امس 8 اليوم صيدنا 9 بالقلايل معروفه تخلف الهقابي لو تصيد صيد واجد تفكر انك انت المتاهل وتتفاجئ هناك وقت الاعلان النتائج في افرقه متعديتك بس نسال الله التوفيق ان شاء الله ويهن ان شاء الله بالبير الله يجيكم اليوم في مقناصكم كفيت ووفيت والله حطانا مقسوم الحمد لله رب العالمين لذلك ما راح ذا يوم حنا نعده طلع الفرخ هد الحبارة راح بعد مرة يطلع عليه ويكبس ويسكرها ما أدري يروح يعطي طولته بالغير دس الطير بعيد طليت برقعة اليوم خذنا نذار منك يا ربك انا اللي ما تقول ده مفيد ابو فهد في عرفت يوم طيري قد فوق راسه وفيت يو الا اعطاني قد عند الحمار وانت وكانت بكره ان شاء الله نبغي اخوان تجهزون الليله بدري علشان تطوون بيتكم والى اعطوكم امر الانطلاقه ولا قدكم جاهزين مثل كل بيض الله وجهكم على كل حال اخر يوم ونبغي مثل ما بدينا ننتهي ان شاء الله بنشاطنا وعدينكم ما تقصرون ان شاء الله امس الربع الله يعطيهم العافيه كفون الزيان العشاء وحلوا اللوز واليوم انا مخمخ لهم في العشاء ان شاء الله والله انك حار والله حار عندك ماء الحراره يضغمت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر تصبحون على خير وادعونا ان شاء الله بالتوفيق
الحمد لله معنويات اليوم عالية بإذن الله إن شاء الله مثل أول يوم ما يتغير علينا شيء. يوم أصبحنا جاتنا ضبابة لكن الحمد لله رب العالمين تأخرنا شوي لكن إن شاء الله ها تنجيل بسرعة. تحضيرات اليوم الخروج إن شاء الله نحن مستعدين والشباب همتهم جيدة إلى آخر ساعة في وقف الصيد. إذا ما صحيت بدري ما رتبت أغراضك لأن وراك شد حلال وراك ترتيب أغراض وآخر يوم في المسابقة. على الأقل تنظف البيت مرة واحدة تكون البيت جاهز. إذا جاء وقت الطلاقة نهد البيت ونتوكل على الله. جاهز الحلال والأغراض جاهز بس ننتظر الانطلاق نهدم بيت الشعر وإن شاء الله نسرح نصيد. ضبي إذا شفناه إن شاء الله بنهد عليه لأنه عاد يومين ما شفناه. شفنا ثري جديد غير ضبي ما حد يقصه. إن شاء الله إذا حصلنا اليوم بإذن الله نصيده. الحمد لله الضبابة بدأت تخف وبس ننتظر أمر الانطلاقة ونتوكل على الله. إن شاء الله هنا ما تأخذ وقت إن شاء الله بإذن الله. الطيور اللي ما راح نصيدها خلناها سوينا لها خيمة خلناها مع الحلال لأن منزلنا قريب من المقر. أول ما خلص وقت الصيد بنمرها وبنشيلها. أيام نصوب على القلب، أيام نصوب. نسعود عليكم روث الحين على الاثنين. والله ما عندي لا بارك أنا تأكلني. جديد عندي في وسط يا أبو طالب ما زلت عندي في الجهرة. أنت أنت زوجي نركز فيه لا داعي بعدين حياكم. ترى حبارة بس دقيقة. ناصر الزبائر اللي قدامي شرق أبو طالب. ما حد جاهل هذا الحين ونبي نتغانى معها. حبابين أنت طيبين هذيها. عندي في رحبارة جديدة إن شاء الله. تعال تعال. مفكوك مفكوك. ألزم. لقينا ثار الحبارة وطارت هدينا عليها وصدنا الحبارة الأولى الفريق الشقب ما شاء الله التوفيق. بسرعها خلوكم مع بعض واذكروا الرجال. الطير يشوف قدامي في ذا الجو اللي قدامي.
يسهلون الصيد. كنا موجهين نبي نغير مكاننا، طارت قدامنا يعني بدون ثار بدون اي شيء، وهدانا على طير اللهم لك الحمد وصادها على طول. الحباره الثانيه فريق الشقب، ما شاء الله التوفيق. يا نشام يلا يا نشام شد الهمه، باقي ثلاث ساعات يا نشام. لحقوا شوي الربع اللي ورا، لحقوا عليكم امر. هو طالب عندنا شرح حباره. استهلون استهلون الدس يا رعد الدس، حذوه هات الدس من عندك. عينا ترى انا لقطناه وشافها ابو علي مخمر الحمد لله. الحباره الثالثه الفريق الشقه في اخر يوم، نسال الله التوفيق والتاهيل ان شاء الله. انتم تبون جنوب زوانه وراكم جمهور، تركم تفرحون. قد عندي ذا الحين صحيح فريق وجعاني بطالب جايين دحين عندنا بعير تعطل معنا، نشوف اذا بيتنشط عقب شرمه قبل ما يشرب الماء ولا نبدل البعير ان شاء الله. اليوم الاخير يوم متعب، متعب نفسيا، تبي الصيد الصيد اللي يهلك، وراك تاهيل ونتائج في العصر، لازم تكون مضغوط. والله اذا صار مروح شرق ابو طالب نتبع شوي نشوف الدوله فيها. اسمح يا ابو طالب طلع مسموح. السلام صغيره اي شمال ما عدنا معودين وعلي الزباير اللي ورانا، الزباير اللي ورانا تراها مليانه ولا ادري احد قنصها ولا لا، الشمال ياخذها قنصنا. لا 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 تعال سنها خلاص احنا ترى قصناها وطارت هديت عليها وصلناها اللهم لك الحمد، ولا عاد معنا وقت، باقي ساعة تقريبا او اقل بعد ساعة. هذه الحبارة الرابعة لفريق الشقب، نتمنى من الله التوفيق ان شاء الله. خير مع السلامة. يا هشام ما عاد بقى الا 40 دقيقة غير اشوف قدامك يا عيني. وقعت 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 الشروف أول على أول. اللهم لك الحمد لقينا ثر حبارة، ما عاد باقي على وقف الصيد الا 10 دقائق او اقل من 10 دقائق، وهدينا عليها واللهم لك الحمد صدناها، وما عاد باقي يمكن الحين الا دقيقتين او ثلاث، والله يوفقنا ان شاء الله ويأهلنا. هذه الحبارة الخامسة لفريق الشقب، اتمنى من الله التوفيق والتأهيل. 9 سنوات وانا اشارك، اما بالنسبة لمشاركتي هذه الحمد لله رب العالمين، شاركنا احنا واخوان شمة، ادينا اللي علينا والباقي على الله سبحانه وتعالى. حمية القلايل ما عليها كلام، ويظل الله وجيههم اللجنة موفر لنا كل شيء والحمد لله، حباري واجد بس تبغى تعب. أقول جمهور فريق الشق، إن تأهلنا هذا فضل من رب العالمين، وما تأهلنا والله ما ذخرنا ذخيرة، أبغيهم يعذرونا بس.
أشكر أعضاء فريق الشب وأقول لهم بيض الله وجيههم، عز الله كفوا ووفوا، والله ليهينهم ورايتهم بيضة على قلب واحد، ويجرب يوفقنا إن شاء الله في التأهيل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وشفنا معكم تقرير الصيد المجموعة الثانية لفريق الشق والأسيلة والتحدي ومعيذر والمرقاب. طبعا النتائج كانت كنقاط أفضل من المجموعة الأولى. طبعا عطني الكابشر حق اليوم، الصيد اليوم الشق بخمس حباري 125 نقطة، الأسيلة ثلاث حباري ب 75 نقطة، التحدي ومعيذر والمرقاب بحبارين. عطني المجموعة كامل، الشق 22 حبارة ب 550 نقطة، التحدي 21 حبارة ب 525 نقطة، العسيلة 11 حبارة 275 نقطة، معيذر 7 حباري 125 نقطة، المرقاب معيذر 7 حباري 175 نقطة، المرقاب 4 حباري ب 100 نقطة. سبحان الله، اللي ما يقسم 10 وإذا مو مكتوب لك إنك تفوز ما راح تفوز. الشق بينه وبين التحدي حبارة واحدة فرقت معه لغاية، يمكن شفنا في التقرير لغاية آخر لحظة التحدي ما كان مهدي، كان قانص. يمكن شفنا أبو مشعل حبارة بعد، ها؟ حبارة قصة هو بعامر، أبو عامر قصة وقف حتى يوم مع البلاغ التوقيف وجيه كلها تعومست. اي والله هذا يدل على الحماس موجود عند فريق التحدي. والله أبو عجان نقول شوف الله يبيض وجيههم، يعني من أحلى يعني المنافسات اللي صارت، يعني تشوف تقلب النتائج بين التحدي والشقب. نقول والله أنا أشوفهم كلهم فايزين. مبارك التحدي ما قالك أنا والله صايد أمس وأموري طيبة بهدي، يعني طريقة مقناسة كأنه يحسك أعباهم مميزين وطيور طيبة وحلالهم مسنع، ويعني داشين منافسة. يعني يشوف الفرق حبارة اللي غيرت حبارة واحدة، فريق الشقب مو بسيط، حامل البيرق مرتين ومتأهل كذا مرة وحط يبي البيرق وأعضاء مميزين، صحيح. ناس مجهزة حق البطولة. إيش رأيك في النفسية أبو علي اليوم عند التحدي إلى آخر لحظة؟ والله لي آخر لحظة صراحة كانوا يعني زي ما تقول، حتى لو كانوا صايدين من قبل أكثر زي ما إحنا نشوف بس هم ما يدرون، لكن إلى آخر لحظة شفت أنا أبو عامر لما بلغوه جاء وقف الصيد، جاء نعم إيه، وكانت الحبارة قريب منهم ثارها يعني تحبري عنهم تخشش، هذا دلالة على أنهم ملتزمين بالقوانين ملتزمين بال، وهذا نصيب يعني. نقول أبو نهار في الثواني هالمعدودة، لو أنه فرضا فريق التحدي هد في الثواني اللي قبل طلق الصيد وطار الطير وجاء البلاغ عشان المشاهد يعرف، بس اللي هو القانون في اللي في آخر لحظة
قبل وقف الصيد؟ يعني ممكن بثواني معدودة. محسوب. محسوبة له. قلت فيها وقت يعني. إيه فيها وقت لو ثواني معدودة. لو تعادل أو بنهار. قرعة. لأن هم ما في. ما في تنوع في الصيد يعني ما في ما حد منهم صاد كروان وأحد صاد. أنا قرأت في القانون اللي مثلاً صايد أول يوم أكثر. لا لا. لا ضبي كان موضوع ضبي اللي هذا أكبر صيد. تكلم عن أكبر صيدة. ترتيبها في عدد الصيد يعني كنا الضبي يكون ثاني صيدة الفريق الثاني صيده يمكن رابع صيدة يكون لا يتأهل اللي في الحالة هذه اللي اليوم التحدي الشقب تعادل الشقب عنده انذار أصلاً ما له دخل انذارات في الفوز إذا تعادلوا في إذا تعادلوا في النقاط يدخلون قرعة على طول مثل حالتهم اليوم قرعة حتى اليوم كنا مجهزين لهم صراحة القرعة يعني يعني كان في إحساس إنه كان في تعادل. خلاص باقي 8 دقايق ما توقعنا صراحة. إنه يصير ما توقعنا حد يعني بيهد يعني في 8 دقايق. أسمع الشقب بعد تعطل لهم. الشقب أصلاً كان حتى راجع صوب بيته بياخذ حلال عند البيت ورايح. كنا بعد تعطل لهم بعيرة شوفهم تأخروا. عيرة الحبارة هم مقبلين على البيت. اللي مكتوب لهم. هاي المكتوبة. البعيرة سالفته هذا مبارك. أشوف الشقب في السناب أنا تابعتهم. انه متعطل من ظهر بعيره او شيء ورد يحصل اغلب الفرق اغلب الفرق اللي خاصه انهم منكفين فيحصل معهم ابو زايد غير النتيجه في اخر لحظه يقولك في ثمان دقائق تغير الموضوع كله كامل تاهل من فريق الى فريق اخر هذا سبحان الله ترى الصيد توفيق عز الله انهم افرغ الاثنين هذول يعني امتعونا يعني في الهدد من اول يوم صار عندهم تنافس وحتى مع الترشيح ما تقدر ترشح فريق انت كل يوم في تبديل عنهم اليوم الله وفقهم شوف كانوا بيتعادلون بس مقناصهم الآخر لحظة هم يقنصون يعني ما عندهم تهاون ما عندهم يعني قال لا خلاص ما في وقت بنرجع يعني الآخر لحظة الآخر لحظة هم قنصين يعني فريق بطل وان شاء الله ربي يعوضه ان شاء الله في الايام الجايه سيد بس نشرح موضوع الصيد اليوم يمكن الناس تشوفون الموضوع الصيد قليل نعم اليوم الانطلاقه كانت 8:30 تقريبا يعني عندهم ساعتين ونص اليوم تاخير مقنصوها بسبب الضباب وقف الصيد الساعه 2 الساعه كم بدا المقناص 8:15 تقريبا 8:30 اول فريق حصل حباره الساعه كم الشقب هدا اول شيء تقريبا الساعه كم 9 ما أعرف توقف بس أنا أشرح لك موضوع موضوع الصيد ليش اليوم أقل من أمس في شح في الصيد اليوم لأن عندك ساعتين ونص راحة الصبح وعندك اليوم وقف الصيد الساعة 2 فتقريبا فيها 5 ساعات وشوي اليوم ومن كافة رجعتهم كلها 5 ساعات اليوم ضيعة من المقناص ذكر مشاهدين برقم الهاتف أبو بدر ولتون حط لهم اللي حاب يشارك معنا نقول أبرك الساعات أبو زايد شفنا حدد اليوم عالمي عند فريق المرقاب إذا ماني غلطان طير مشعل صحيح مشعل فهد العفيشه ما الله كتب المرقاب هذا اول دخول مشعل ورب اللي ممكن راشد قائد الفريق دخل قبل وشارك لكن صيد المرقاب يعني بالمسابقه بشكل عام اللي هو 4 حباري شوف فريق المرقاب انا اتوقع ما عندهم خبره في القرايل اكثر اعضاء جديده وينقصهم الطيور الطلع ما عندهم طير طلع يمكن هذا طيورهم الطالعه اتوقع ما هي متمكنه في القلايل وعلى ظهر ذلول وعلى ظهر يعني عدها لازم تدريب لازم طير مشعل هذا طالع اطلع واليوم والله طرده حلو بس لو انه بعد صادها كان بعد ما الله قسم لكنها الله قسم لكنها امتعنا اليوم روانا عرض روانا عرض طيب نعم دور الشهيد سعيد لكن نعذر الطير لانه اكيد الطير ولا حصل الشهيد الطير دور الشهيد دور الشهيد بس ما حيدخل إيه راس حربه مخلص هداف لا شوف الطيور اللي في القلايل تنعذر على الطرد القوي هذا اكيد انا اتملع طير من الصبح على ظهر ناقه ويكفخ ويتملع اكيد يلحق ملوع الشهين ما ينفع نقول ابو فهد اذا الله راد يشارك الزمان الجاي اتوقع بتشوف فريق ثاني واقوى وتدريب جميل. وتشوف طيور طيبه زين في اللقطات ابو بدر ولتفون زين عطني اللي حقت راشد بن غانم اللي هو قائد فريق بس قائد فريق فريق المرقاب عطني بس مع الصوت عطني مع الصوت ركزوا لي يقول ممنوع عندي كرت عبد الحرق يا رامي خلاص
عندي كارثة بحرقة. أبو علي سمعنا قائد الفريق راشد يقول لك أنا عندي كارثة بحرقة. وحنا تكلمنا عن هالموضوع وقبل ما يدشون المجموعة الثانية وقلنا صار مع الفريق اللي في المجموعة الأولى إنهم هدوا طير وتغير القانون في بعد الربع. قالوا كل الأفضل في اللجنة قالوا كل الأفضل إنه يأخذ عليهم دار ولا تنحسب الصيدة. فظهر في الحلقة تكلمنا فيه ولا يبي الفرق إنها يعني تطيح في نفس الخطأ هذا اللي صار مع راشد اليوم وفي المنكاف وشفناه في التقرير. قال لك لا عندي كارت وأنا بيحرقه خلني هاد زي الحبارة مو محسوبة وتاخذ نقاط تاخذ عليها انذار. ايش رايك ابو علي؟ والله يا طول العمر هذا خطا يعني ينسب لراشد لكن كان الواجب كقائد انه ما يظهر منه الشيء هذه حتى لو عنده كرت على كلامنا كرت بحرقه وغيره. انت في النهايه يعني الجماعه اللي وياك بياخذون عنك فكره انك يعني ما تقدر او غير ملتزم بالقانون. ايه زين ما علي. بعد راشد ابو ثامر الرجال اللي راعي مقناص يشفق على الحبارة فيقول لك انا ظاهر بس يعني يمكن انا هد على الغلاستاس خلي الطير يصيد. هو كان هدفه بالضبط يمكن بالطريقه هذه. بعد لو انه بعد يعني الدعوه كذا بعد ذاك اللي قصر الحبارة اسحب اللي عنده ووقف الصيد بعد قال انا ما سمحت مثلا وهديت. القانون قانون التزم به. وش الفائده؟ انا هديت يا مقبل ثامر ومعاي ربعي واخواني وشرواك وشرواك سبعين شرواك مشاهدين شرواك الطيف وخذوا عني فكره الناس. هديت الحباره ما محسوب لي وقدام الدنيا كلها بثامر الفريق الفلاني جاك انذار على سبب هديت طلع وممنوع الطلع. انا يعني هي ترى روح تنافسيه وانا اكون يعني عبر لاخواني في مشاهدين في نشئ يتابعني ويشوفني لازم احذو الحذو الصحيح. انا قدوه لما هد وش يعني على سبيل المثال الصعيد لما يشوفني النشا او المبتدئ او الشاب اللي يعني يتابعنا يقول الله كم ثامر قالوا اللجنه ممنوع الطلع وهد وصاد وعادي. لا انا كنت قدوه يا سعيد خلاص التزم بالقانون. انا كمشارك دخلت يمكن الصوت اللي رد عليه من يوم يقول له يا اخي راشد قال الحكم في عضو عنده رد عليه ولا رد عليه قال لا اذا سعيد انا اكبر منك وقائد بن عفيشه اللي رد ظهر مشعل انا اكبر منك وهذا فريق على فكره لبيك الموضوع كله صار على حبارة تطير قدامهم حق فريق ثاني هدين عليها اللي هم العسيله. يلا الحبارة هم كانوا بيهدون على حبارة العسيله وهو عارف هم هادين. قال لهم الحكم الفريق اللي شماليكم عنده حبارة وهدين عليها وممنوع الطلع وممنوعين من الطلع. شوف الرجال يوم ثر الحبارة تحبري بس اتكلم يا حمد تحبري عنده وهذه بطلع. شوف هذه لو صدها اعتقد محمد بيخلون قرعه صح اللي هو التحدي اللي يوم قال لا وقت لا الحبارة حقت قصدك التحدي لو صادها لو صادها يعني لو بس لا دار العسيلة اقول لك الحبارة التحدي الفكرة نفس الفكرة اللي سواها راشد لو مسويها التحدي انه ممكن تنحسب له لو تنحسب له لو انه هد قبل اقول لك لا هو يبي يمثلها مثل الموضوع هذا المهدين في منع ما راح تحسب ما تحسب داري اقول لك انا اقول لك يعني خلاص قالوا له وقف الصيد وقف الصيد عود الاخ من سلطة حمان خلاص ابتذل الامر الواقع لما يقول لك يبلغ الحكم ونعم ابو عامر لما الحكم يبلغك او اللجنة تبلغك ممنوع خلاص. أنا أتوقع بعجان تطلع قوانين جديدة بعد على هذا الموضوع صحيح. لأن الله يسلمك من شوي قال نقطة يعني مهمة بس أبو نهار هرجع كلمة تمة بس ولا تفون ولا السامعين عندي اتصال ناخذ اتصال ويقوم نكمل حديثنا. مرحبا علي. علي مرحبا كيف الحال أبو عجان؟ زال حالك الله يسلمك شاك طيب وخير يجعلك في خير. مسي عليكم مسي على الربع اللي عندك كلهم الله يمسك بالرضا والعافية وبيض الله وجهه رعى الفكرة أبو فهد الشيخ جاسم وجهك وأبو نهار عز الله الرجل مناسب في المكان المناسب في المحمية في الجنوب وفي الجلايل يستاهل وبيض الله وجه أبو طالب والله إحنا على أعصابنا يا أبو جوعان ليه بالعكس أبو طالب مريح في جمهوره ما شاء الله كان عليه حتى لو ما تأهل لو يعني مريحة بالعرض مريحة بالصيد
فمريحك انت يعني انت في الامان محسسك ابو طالب. اي والله بس الضباب شوي يوم شفنا الضباب صباح ايه شكينا الصيد انه بيتاخر. انت كنت معهم علي؟ لا والله انا في العزبه. اه انت مع علي محاتيه انت محاتيهم من موضوع الضباب عجل. نعم احاتيهم من الضباب واحاتيهم من سعيد. ولا ليه ما عاد سعيد خاطره يجيب الانذار. لا بشك لا تاهل ويستاهل ابو طالب. اي والله يستاهلهم كلهم والله التحدي ما قصر. عز الله ما قصر علي. الربع الباقيين كلهم ما قصروا. صحيح. بس نتمنى لابو ثامر. ان ان انك تشارك الزمان الجاي. باذن الله تعالى. ان شاء الله. بإذن الله بإذن الله تشوفهم شارك الرجال وداش إن شاء الله بإذن الله حيالهم داش معه شاهين. أنا وجه الدعوة بإذن الله والله العظيم نحن كنقصين يستاهل. شكر لك يا علي. مرحبا شكر لك. مرحبا ناخذ اتصال من فهد. مرحبا فهد. الله يرحبك الله يمسيك بالخير. الله يمسيك برضو العافية. والله يمسي الربع كلهم بالخير. يا مرحبا بكم. كل بقى مبارك أبو طالب. يستاهل أبو طالب. حظ الأوفر أبو محمد. يستاهل. عز الله ما قصروا. يستاهل ابو طالب والعوض ان شاء الله لعلي محمد الزمان الجاي. في شيء من الترشيح يا فهد؟ ابو عجان عندي ملاحظه. تفضل. على فك الصيد. فك الصيد كان يعني متحاول العرق من يمين ومن يسار. في أرض بجنوب ورا الشيبات. أيه. عز الله زينه المقناص ومعينا فيها ذر قنصناها أول مجموعة ولا عينا فيها ذر. نتمنى يعني لو يفكون الصيد. تقصد بحية الجنوب يا فهد؟ أهلا يقصد؟ ما يشتبكون مع بعض. أيه. لأن صار عندنا اشتباك لأن الصيد كله مع بعض غريبا. إن شاء الله هذه ملاحظة. وطالب ابو نهار بالسماعة. بس بايش؟ ابو نهار مطالبه بالسماعة قاعد موجوده. السماعة. اوه سماعة عندي عندي. ما راح يضيع شيء ما يضيع شيء ما يضيع شيء. الله يحفظنا وياكم ان شاء الله ونتمنى لكم التوفيق. شكرا لك يا فهد شكرا لك. مرحبا. طبعا اعتذر لكم عندنا بس عذر شوي عندنا في الكاميرات. وعلى الاجواء اللي احنا عايشينها الان عندنا شوي خلل لا تذكركم منه ان شاء الله ودنا احنا نكمل بس نعتذركم من العطل هذا المفاجئ اللي صار معنا الحين وان شاء الله راح نكمل حديثنا معكم باذن الله تعالى. طبعا بكره في المجموعه اللي هي الثالثه راح نتكلم عنها بشكل موجز لكن بسبب الضباب اليوم وبسبب الاجواء اللي احنا عايشينها الان في العريق ما نقدر نكمل حديثنا والعطل صار معنا في موضوع بعض الكاميرات فالسماحه منكم والعذر منكم انتم المشاهدين والعذر منكم يا رب. بكرة إن شاء الله راح نلتقي معكم على خير ونكمل سالفتنا مع المجموعة الثالثة في أمان الله وتصبحوا على خير. Yeah.
هديت 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 هديت